قلت لك انا طالع اقعد في الصاله ما ترنش، اخواته وماما قاعدين. طب انا هرن عليك شويه كده ماشي؟ هترن عليها ولا عليه؟ صارحيني، ده انا اخوكي. ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا عمري ما اعمل كده. وفي ايه لو عملت كده؟ انت عاجل يا احمد؟ انت واعي باللي انت بتقوله ده؟ ايوه واعي، وواعي كويس كمان. ده انت اللي باين عليك مش واعي. مين اللي كنت بتكلميه ده بقى؟ ولا اخد الموبايل اشوف انا؟ لا خلاص بصراحه كده، ده واحد معايا في الكليه وده تاني يوم اكلمه. يوم سنه مش هتفرق اسمك كلمته برضه. ما تقعد عادي يا بنت. خايف ليه؟ انا عملت لك حاجه؟ يخرب بيتك، اما لو دخلت لك بسكينه هتعمل ايه؟ صل على النبي، انا مش هزعق فيك ولا هضربك ولا الكلام ده، عشان البنت اللي في دماغها حاجه وعايزه تعملها ما تعملها. اصل انا حتى لو ضربتك وعايزه تعمل الحاجه دي هتعملها من ورايا، اصل انا مش هدور وراك في الكليه. تخيل بقى ربنا بص لك بصه غضب في الساعه اللي انت بتكلمي فيها واحد. اقسم بالله، اقسم بالله ما هتشوفي يوم حلو في حياتك، ولا حياتك هتيجي قدام، ولا هتشوفي يوم فرحه في حياتك. وعلى فكره انت، انا اللي بيكلمك ده هياخدك 1% الايام دي لما يطلع راجل ويكلم واحده وياخدها. وعلى فكره مش بس كده، ده كمان لو اتقدم لك وخدك هتلاقيه بيتكلم غيرك برضه. ما اللي زيك كده بتبقى عينيه زايغه، مش هتنفع معاه واحده، مش هتكفيه بمعنى الكلمه. والراجل الصح بقى اللي تعجب بنت ويحبها يسال على اهله ويدخل البيت من باب، واللي زي كده اسمه راجل. ربنا ما يقف معاه واهل البنت ما يقفوا معاه، مش يسال على رقمها. تخيل بقى واحد جاي يتقدم لك وسال عليكي، وسال عليك واحد، والواحد ده قال له يا عم فكك منها، دي بتكلم فلان وفلان. معنى الكلام بالبلدي بتتجاهل الايام دي، فكك منها دي شمال، مش هتبقي مكسوفه من نفسك، هيبقى منظر البنت سمعه. يلا بقى قوم اغسل وشك، ما تعيطيش، كله بيغلط يا ست. انت اول واحده تغلط ولا اخر واحده تغلطي؟ بس البنت المحترمه صح، البنت بنت الناس اللي ما تغلطش نفس الغلطه مرتين. والله عندك حق، يا ريت كل الاخوات يبقوا زيك. والله والله العظيم هي غلطه وما هتتكرر تاني ان شاء الله. والله انا اتعلمت من غلطي. اسيبك انا طيب عشان اروح اكلم البنت بتاعتي. ما تضحك يا بنت.